السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات ولد المغرب. حلقتنا اليوم سيدي وقعات عام 2007 في مدينة آسفي. هنا في واحد البادية كان تابع إداريا لمدينة آسفي، كان كيسكن فيها واحد السيد الاسم ديالو بشعيب وفي عمره 42 عام، مزوج مع واحد المرأة الاسم ديالها أسماء وفي عمرها 28 عام. هاد بشعيب مع مراته كانوا ساكنين مع والديه. والديه بوه كان فلاح وكساب مشهور تما في المنطقة، رجل لاباس عليه. هاد بوشعيب هذا كان هو الكبير في الإخوة ديالو، كانوا عنده واحد جوج خوتو وكانت واحد البنت. المهم كان هو الدراع اليمين ديال بوه، كان كيقضي مع جميع الحوائج ديال البيع والشراء ديال البهايم ديال الفلاحة ديال المحاصيل، أي حاجة هو اللي كان مكلف بها. هنايا دوك خوتو ما كانوش كيخدمو، وإنما كانوا مستافدين غير من هذيك الخدمة اللي كيقوم بها بوشعيب، وكياخذوا فلوس وساكنين حتى هما ومزوجين تما وما كيديروا والو. هادشي هذا ما كانش كيشكل مشكل بالنسبه لبشعيب، المهم هو انه يخدم على راسو ويدير مصروف بوحدو. كان حتى هويا كيجمع الفلوس ديال الخدمه ديال طبيب الحال، واخا الشغل ديال بوه، ولكن حتى هو كان عارف اشنو كاين، وعارف انه واحد النهار غادي توفى الوالد ديالو وغادي يضطر يقسم كلشي مع خوتو، لهذا حتى هو كان داير حسابو. ما عليناش، ما هي الا واحد العوام قليله، لان هذا الراجل الكساب كان راجل كبير في العمر شويه عيان، توفى وفاة الاجل المحتوم. هنايا هذوك الاخوه ديالو باغين الامور تبقى كما هي، بوشعيب يقوم مقام الاب، يخدم ويردم ويجمع ليهم ويعطيهم نصيبهم، هما غير ناعسين ما يديروا حتى شي حاجه. هو ما قبلش هادشي هذا، قال لهم يا اما غتعاونوا معايا ما نقسموا لا ورث لا والو، الوالده نقوموا بها والامور تبقى غاديه كما كانت، اولا كل واحد ياخذ نصيبه ويشوف اشنو يدير به. قالوا لا ابقى بوشعيب هكذا، حنا راك عارفنا ما كنفهموا لا فلاحه لا كوارا لا حتى شي حاجه، وما غير عطينا غير الدوران هنا 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 صافي. قال لهم لا هادشي هذا ما غاديش يكون. المهم زايدوا في الهضره قسموا هذاك الورث، ملي قسموه كل واحد خدا النصيب ديالو. هو النصيب ديالو اشنو دار به؟ باع كلشي وطلع للفيلاج. هاد الفيلاج هذا اللي كيمشى ليه باش يستقر فيه كان كيبعد على مدينة آسفي بشي 24 كيلومتر بحال هكاك. المهم استقر، خدا واحد الدار كبير تبارك الله ما شاء الله، تحت منها واحد المكازا فيها طابق اول وطابق ثاني وسطح، المهم كبير بزاف. وبدا الخدمة ديالو، اشنو دار؟ ولا كيبيع شري في البهيم. السيد راه حريفي كما قلنا، وكساس واحد التجربة وخبرة كبيرة مع بواه في تجارة البهيم، ومعروف هو ولد الحاج فلان وكذا، يعني راه الاسم ديالو راه معروف تمايا. ولكن الطريقه باش كان كيبيع شري البهيم كانت في شكل، ماشي كيمشي يشري البهيم كيجيبهم عندو يعلفهم يعاودو يبيع، لا كانت عندو واحد البيكو كبيره كيمشي للسوق وعندو غير الشكاره، يعني عندو غير الفلوس، كيعرف واحد الناس والفيلاج كامل والمنطقه كامله كيعرف بزاف الناس. كيجي عند واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه مهما كانوا الاشخاص، كل واحد كيعطيه باش يشري البهيم، كل واحد كيعطيه الفلوس، هكا تلقد القد هكا تلقد القد هكا تلقد القد. هادوك اش كيديروا؟ كيمشيو كيشريو واحد البهيمه عجل تاور باكراه، المهم كما كانت، كيمشيو يغيبو اسبوع، الاسبوع الجاي كيبيعوها في السوق الموالي. ملي كيبيعوها في السوق الموالي كيقسموا معاه الارباح، كيعطيوه فلوس البهيمه وكيعطوه الارباح، هما كيصوروا معاه داك الهامش على الربح. لعل الفكره وصلت، هو خدام غير بالطريقه، يعني الخدمه ديالو كتباني على الثقه كامله، كتباني على الثقه، هو بعد الطريقه داير فلوس. يعني فما كان شي واحد باغي يشري شي بهيمه ولا شي حاجه ويعرف فيها البيع، هو كيشري عليه، كيقول ليه المره الجايه بيع وعطيني نصف الارباح ديالك. الاخر كتجي مزيانه انه واحد الاسبوع غادي يحصل على واحد المبلغ، المهم ديال واحد 2000 درهم ولا ديال 1500 درهم بحال ما كتجيه فابور. الاخر كياخذ 2000 درهم ولا 1500 ديالو وكياخذ فلوسو ديال البهيمه. هذيك الفلوس اما كيعاود يعطيها لي هي ولا ينقص منها شويه ويقول لي شري بهيمه اخرى والمره الجايه يعطيني الارباح ديالي، اولا كيعطيها لواحد اخر، المهم غير بحال ما هكا بهذه الطريقه هو داير الفلوس. ما عليناش، اليوم غدا هو عايش مع مراته هذيك اسماء. هاد بوشعيب هذا عايش، ولكن للاسف الشديد ما ولدو حتى شي ولد. عياو ما يمشيو عند اطباء ما خلاو فيه مشى، ولكن للاسف الشديد على القدر ديالهم هو كان راضي على الشيء هذا. هاد بوشعيب هذا كان انسان متزن طبيعي، يعني ما هو ديال الخيانات، ما هو ديال ادمان المخدرات خمور كذا، لا كيعرف غير مراتو يهتم بها محافظ عليها محافظ على دارو وولادو وصحتو، كيمشي فيق الصباح بكري الفجر من وراها كيمشي كيقوم بالاشغال ديالو، مره كيمشي عند الام ديالو ومراتو، مره
كي دار دار والدي دار والدي مراته او نسابو كانوا في الباديينيت، ولكن ما كانوش في نفس الدوار اللي هو الاصل ديالو منه، كانت حداه. هنا واحد النهار من النهارات مراته بغات تمشي تشوف امها، كانت عيان شويه، قالت لها عافاك وشعي بلا ما ديني، وغدا ملي تمشي للسوق تجي دوز عندي الدوار جيبني. قال لها صافي. المهم وصلها بالبيكوب ديالو، وصلها مع العشيه بحال ما كيف. قال لها صافي انا غادي نمشي للدار باش نفيق بكري، وغدا راه ملي غادي نسالي السوق والاشغال ديالي غادي نجي عندك مع جوي هذيك يفوت العصر بحال ما كان. قالت لي صافي مشى. هنايا المراه الغد ليه فات العصر فات المغرب ما جاش، غبر لي العصر. المراه اسماء تشوشات عليه بزاف وخافت، عارفه واش عيب. علاش خافت؟ لان عارفاه كدير. قال لها غادي نجي عندك على العصر غادي يجي مهما كان الظروف. صيغته انه كان كيخاف على مراته بزاف، لدرجة أن هاد المرأة هادي أسماء ما كانش كتسخر، هو اللي كيقوم بجميع الأشغال، هي مقابلة غير دارها، إلا خرجات كتخرج غير معاه هوايا فقط، ما كتمشي فين ما كتجي فين، حارس عليها واحد الحرص اللي هو شديد بزاف. هنايا هي تشوشات بزاف، هنايا صافي تشوشات بزاف. كما قلنا أشنو قالت لواحد أخوها، قالت لي عافاك أخويا لما وصلني الدار في الفيلاج، قال لي غادي نوصلك في هاد الليل. صافي تغدا وان شاء الله راه اما غيبان راجلك اولا تغدا وندي. قالت لي لا والو غديني دابا. المهم قال لها صافي اللي بغيتي. خدا واحد الطوموبيل كان ديالهم تمايا وجابها للفيلاج. تقريبا وصلوا للفيلاج ما جوي هذيك 8 ونص بحال هكاك تسعود، وصلوا وصلت للدار. هو بقى في الطوموبيل ديك خوها وهي طلعت للدار من بعد ما فتحات بالساروت وطلعت. ما طلعت ما كيسمع خوها واحد الغوته، نزل خوها كيطلع يجري كيلقى راجل ختو اللي هو نسيبو مقتول وسط من الصالون في الطابق الاول. هنا يدخل هذاك السيد يعني نسيبو خو هاد اسماء، قال لها شوف ما تقربيش شي حاجه غادي نعلمو جدارميه. هذاك الشيء اللي دارت ما قربات والو، مشى كيجري هو وياه بطبيعه الحال، مشاو على المجدارميه. الجدارميه انتقلوا معاهم لعين المكان اللي هو مسرح الجريمه ديالنا هذيك الدار. جاو كيكتشفوا وجود هاد بوشعيب، هذا هو مقتول غارق وسط الدم ديالو. بوشعيب راه معروف عن جرارمية، السيد راه لاباس عليه وكريح معاهم وجمع معاهم، والمهم راه معروف عندهم بزاف ومعروف عند الناس تاع الفيلاج كاملة. جرارمية شعروا النيابة العامة، عطاتهم اوكي باش يبداو في التحقيقات، استدعاو لابيجي ديال جرارمية، جات فرقة الشرس قضائي وبداو المعاينات الأولية ديالهم وتحرير المحضر الأولي أولي ديال المعاينة. أنايا شنو غيلاحظو جرارمية؟ لاحظوا بأنه أصلا الباب مسدود، كان مسدود بالساروت، ما لقاوه لا فروع لا مكسور لا تيش حاجة، والمرا قالت لي مودي راه حليت بالمفتاح بالساروت ديال الدار، يعني هذا اللي دخل عليه قتلو وسرقو بطبيعة الحال، لأنهم جرارمية غادي يعرفو من بعد أن الدار مسروقة، لأن هاديك المرا مرات بوشعيب أسماء قالت لي مودي راه كان محتفظ هنايا في بيت الناس بسبعة ديال المليون من غير الذهب ديالي أنا. وشي حوايج المصادفه الغريبه ان حتى الحوايج ديالو هو ما بقاوش، يعني حوايج حتى ديال المراه ديال الراجل لا دا كلشي تسارق، دا حوايج دا ذهب دا فلوس دا اي حاجه غتباع هزا من تمايا، على اساس انه عارف بان المراه ما كايناش في الدار وعارف انه انفرد بهذا مشعيب غير بوحدو. هنا قالت لي مودي انا فتحت بالساروت وطلعت، يعني هذا السيد هذا الحساب تخمينات تاع جدارميه كيعرفو، يا اما صديق ديالو يا اما شي واحد ضايفو ودار فيه الثقه وغدرو صفه عليه ولاد بالفرار. مزيان هنايا غادي يرفعوا الاثار الدلائل البصمات اي حاجه من تمايا. للاسف الشديد ما لقاو لا دليل لا حتى شي حاجه، البصمات هزوهم غادي يدوهم الخبره، هزو هاد الجثه ديال هاد السي بوشعيب الله يرحمه وداوها للمستودع البلدي الاموات وبداو التحقيقات ديالهم. اول وحده غادي يحقوا معها بطبيعه الحال هي هذيك اسماء مراته. دابا راه اي واحد كيموت في العلاقه الزوجيه يعني كيتقتل، الطرف الاخر هو اللي كيكون متهم رقم واحد الى ان يثبت العكس، وبالتالي حقوا مع هاد البنت يعني اسماء مرات بوشعيب. قالوا الوالدين ديال اسماء وخوتها وذاك خوها اللي وصلها، قال لي ما وديرها ملي وصلها البارح بوشعيب الله يرحمه ووصلها من وراها العصر بحال ما هكا جات للدار، الدار الوالده كانت عيانه فيها وجات تشوفها. وانا عاقل قالت لي شوف مورا العصر تاع الغد ليه اللي هو ديال البارح جي الديني، ولكن للاسف الشديد ما جاش. موراها طلباتنا باش نجي نوصلوها، انا وصلتها بالطوموبيل اللي حتى لقينا السيد المقتول، ما خرجات ما مشات حتى شي بلاصه لا والو، بقات غير في الدار مقابله غير الوالده ما مشات حتى شي بلاصه. قالوا جدارمية ما بعيش بزاف هذه تكون دايره علاقه مع شي واحد، ربما موهد بوشعيب وموهد جدارمية
بأنها مشات للدار وهو دخل صفاها ليه. بحثوا في الإطار كيلقاو للأسف الشديد هاد اسماء هاد ترونكيل وغادية بحال ما كانا، إنسانة محترمة يعني إنسان شريفة عفيفة ما عليها حتى شي حاجة، لا في الدوار ما عمرها دارت علاقة مشي واحد، أصلا ما عمر شي واحد خطبها من غير هاد بوشعيب، هو الوحيد الأول والأخر اللي خطبها زوج بيها. في الفيلاج كيسولو على الجيران ديالها صحاباتها فين كتمشي فين كتجي، ألقاوها السيدة ترونكيل كتمشي كتخرج مع راجلها وكتجي مع راجلها، ما كتمشيش بوحدها، لدرجة أن حتى السخرة من الحانوت ومن التقادية وكذا كيجيبها بوشعيب، هو اللي مكلف بكل شيء، ما كيخليهاش تخرج أو تشوف شي حاجة، مش كيحاكم عليها وإنما محتارمها ومقدرة وما كيخليش شي واحد يلزم عليها بزاف، وبالتالي فهي خارج إطار الشبهات يعني ما لقاو عليها جدارمية حتى شي حاجة. صافي هنايا الجدارمية غادي يبداو يبحثو في العلاقة ديال في الخدمة، الأصدقاء ديالو، على من كان كيتردد، شكون اللي كان كيجي عندو للدار. بالنسبة لشكون اللي كان كيجي عندو للدار، مراتو قالت لي ما ودي راه مشعيب راجلي أنا ما كان كيجي عندو تقريبا حتى شي واحد، إلا جات عندو تجي مو خوتو مرة أولا أنا والديا أولا خويا أولا شي حاجة، صافي فقط غير هادو. شي وحدين أخرين صحاب ولا شي حاجة لا أبدا، ما عمرني ملي تزوجت فيه وجينا هنايا عمرني ما شفت شي واحد صاحبه ودخل، لانه كان من هذيك الناس اللي كيقولوا صحابي كذا، صحابي نريح معاهم في القهوه، نريح معاهم شي بلاصه اخرى، داري لا داري محرمه على صحابي، ما كيدخلش شي واحد براني الدار بتاتا. ايوا شكون اللي قتل هذا السي بوشعيب اللي حتى شي واحد اللي كيدخل عنده بالطريقه هذه؟ مشاو عند الناس اللي كيخدم معاهم، كاملين هذوك الناس اللي كيخدم معاهم اكدوا على ان بوشعيب انسان معقول الله عمره دار، كيتعاملوا معاه تقريبا شحال من عام، ما عمرهم حسوا بانه كيقول بهم او كيخونهم او كيغش او شي حاجه، وحتى هما يعني هو داك شعيب اللي كان كيتعامل مع شي واحد كيخدم معاه راه تا كيعزلو مزيان وكيعرفو مصدر ثقه وانسان معقول وكذا، ما يمكنش يغامر يعطي واحد المبلغ يشري واحد البهيمه او جوج هكاك هو ما كيعرفو ما والو، اول مره كيتلاقى مع لا حتى كيعرفو، عزلهم بعنايه فائقه. دابا خلينا من هاد الشركه ديالو، صحابو ما كاينينش تقريبا، كان غير صديق ديالو واحد كيريح معاه في القهوه. العديان ديالو، العديان ديالو كاملين طويل الحال راه ما كاينينش، قالوا الناس اللي كيعرفوه والدي وخوتو، قالوا سيدي وتمراتو حتى هي قالت نفس الهضره، ما عندوش عديان هاد بوشعيب، انسان مسالم هاد بوشعيب، كان اصلا كان كيسمع في حقه مره شحال من واحد كيقول بوشو شي بركه ديال الفلوس ولا شي حاجه كيقول يمن الله، تا من ديكلاراسيون ما كيبغي يديكلاري بيه، يعني والو ما عندوش هذا الجانب هذا، ما كيبغيش يخلي شي واحد يشد عليه شي حاجه يعني يحقد عليه اولا يحلف فيه ولا شي حاجه، لا لا ما كيبغيش هذا الشيء هذا، كيبغي انسان يكون هو مزيان معاه ومزيان مع كل شيء تقريبا، وتقريبا شحال من واحد جا عنده كيطالبوا على فلوس ولا شي حاجه الا كان بامكانه كيعطيها ليه، ما عندوش يقول لي غير سمح لي وصافي هذه الوقيته هذه راه لي انا، كيمشي في حالته. دابا التقرير تاع الطبيب الشرعي شنو قال لهم؟ قال لي ما ودي هذا راه تلقى ثلاثه ديال الطعنات قاتلين كامل الله يحفظ، بينما الزمن تقريبي ديال الوفاه ديالو قال لي الطبيب الشرعي على حساب التقديرات ديال طبيب الحال، قال لي هذا غادي يكون تقتل مع جوه هذيك تسعود العشرة، هذا هو الزمن التقريبي ديال الوفاه ديالو. نهار فاش وصل مراتو للدوار ورجع، ما هو كيما قلنا مشى من وراء العصر وصلها غير ريح وصلها ورجع في البلاصه، يعني تكون هذيك السبعه بحال ما كانت السبعه ونص غيكون رجع للفيلاج طوموبيل تغيب تخف بيه فيه، يعني هذاك النهار. بالتالي هاد الزمن تقريبا غادي يفيدنا في الابحاث القضائيه اللي كنقومو بها. الجدارميه على ضوء هادشي هذا مشاو عاودو سولو هادوك الشرطه ديالو، وعاودو سولو هذاك الصديق ديالو اللي كان كيريح معاه في القهوه، هذاك صاحبو اللي كان كيريح معاه في القهوه ما كانش بيع وشري ديال البحيم، وانما كان عندو واحد المحل تجاري كيبيع وشري فيه. قالو ليهم ما بين تسعود العشرة فين كنتو، كل واحد اكد ليهم فين كان، كاين اللي كان مع مراتو، كاين اللي كان في محل كبير شوية، كاين اللي كل واحد، المهم كاملين جابوا بالدليل وبالبرهان فين كان، وبالتالي خارجين اطار الشبهات كاملين هاد الناس هادو. ايوا شكون اللي قتل هاد السي وشعيب هذا؟ واللي زاد كذلك عقد من هاد المساله هادي هو انهم هادوك البصمات اللي رفعوهم من مسرح الجريمه ما طلعوش، ما كاينينش، كاينين البصمات تاع مرات الضحيه اللي هي اسماء، والبصمات تاع الضحيه بوشعيب. هادشي هذا عنده معنى واحد وهو انه هاد السيد هذا اولا القاتل هذا كان كيستعمل قفازات ديال اللي جات في يديه، اولا باقي ما داش لاكارت، شي واحد يقدر يكون كبير نيت ولكن ما عمرو دار لاكارت. المهم من وراء وقوع هاد الجريمه هادي تقريبا ماشي 15 يوم بحال هكاك، والجدارمية ما وصلوا فين وما لقاو حتى شي مشابه فيه الرئيسي في هاد القضيه هادي،
وهذيك الجثة ديال بوشعيب سلموها العائلة ديالو دفنوها بالمعرفة ديالهم. اشنو غادي يوقع؟ مرات الضحية بقات في الدار، يعني بقات في الدار هي الوارثة ديالو، طبيعي الحال غادي يورثو فيه خوتو ومو هذاك الشيء، ولكن هما كما قلنا راه كانوا ناس اغنياء صافي خلاو ليها هذيك الدار تعيش فيها. هما يعني راه عندهم نصيبهم في الدار، ولكن يعني غير مروءة منهم خلاوها هي مرة وحدانية وما عندها الاولاد لا والو، خلاوها ساكنة تمايا. ما عليناش، هنا اشنو غادي يوقع؟ هاد المرة هادي غتكون خارجة تقدا، غادا تقدا ما عليها ما بيها، غادا بحال هكا. اشنو غادي يبان ليها؟ غيبان ليها واحد السيد مجمع مع واحد البقال، مجمع معاه يعني ماشي كيتقدا من عندو، باينة عندو معرفة معاه، مجمع معاه بحال هكا. ولكن شنو اللي انتبهات ليه اللي حتى بقات كتشوف فيه؟ هو انه كان لابس واحد الجاكيطة واحد السترة. هاد الجاكيطة هادي كانت شيبية ميلة للزروقة، وراها واحد الدرابو ديال ميريكان، واحد الدرابو كبير مطبوع اللور ديالها ديال ميريكان. وهاد الجاكيطة هي عارفاها ديال راجلها بوشعيب. بقات كتشوف وقالت عاوتاني كتقول وراه واقيلا مكايناش غير نسخة وحدة، باينين كاينين جاكيطات بزاف، عرفتين كتقول واقيلا هي. مهم تخربقات في دماغها، ما يمكنش تكون بحالها كاع فوتوكوبي بحالها، ما يمكنش. وانا ما عمرني واحد في الفيلاج لابس بحالها. انا بقات مرونة في دماغها كتقول اشنو غندير دابا، واش نعلم جدارمية، نقدر نكون غادي نتهم السيد اللي لابسها، هي داك الراجل اللي كان لابسها ما عمرها شافتو، ما كتعرفوش، كتعرفها البقال فقط. المهم هنايا المهم قررت في النهاية أنها غتعلم خوها، يعني ديك خوها اللي كان وصل هذيك النهار يعني دارهم، قالت لي ودي هذيك النهار كنت غادا غادا نتقدا وبان لي واحد السيد لابس واحد الجاكيطة، وهاد الجاكيطة أنا مأكدة أنها ديال راجلي، جاكيطة كيف عاملة كيف دايرة. وقال لها شنقولك أختي، شنقولك نقدرو نكونو غادي نظلمو هذاك السيد، يقدر يكون هو مول فعلة، يقدر يكون هو غير شراه مع شي واحد، ولكن هادشي هذا ما كيمنعناش اننا ما نعلموش الجدارميه. داكشي اللي دار مشى وعلم الجدارميه، مشى هو وختو قالوا الجدارميه اشنو كاين. الجدارميه وراتهم يعني البقال اللي كان كريه عنده واحد السيد هذا، مشاو عند البقال قالوا ليه كيجي عندك واحد السيد اكيد داير كيف عاملك، يعني عطاوه الاوصاف ديالو على حساب الهضره ديال هذيك المراه، وكان لابس واحد الجاكيطه شيبيه وراها درابو تاع امريكان. هو يعرفو قال لهم فلان جمال، هاديك جمال صاحبي هذاك، وعقلت الجاكيطة دابا اللي قلتو ليا كان لابسها البارح نيت. مشاو جابو جمال، جمال لقاو جدارمية مازال لابس ليك الجاكيطة نيت، جاكيطة شيبية منفوخة شوية، كان البرد ديك الساعة شوية، وراها ضرابو تاع ميريكان. قالو ليه قولينا جمال قبل ما يسولو على الجاكيطة، اشنو كتعرف على هاد السي بوشعيب لي كان تقتل في محلو؟ ياك اخبارك؟ قال لي ما سيدي يعني خباري والله ياخذ الحق في هذه القتل، وراه بصراحه تاسفنا عليه وراجل مزيان وانسان كيدير الخير، كيوقف عليه انسان ما كيردوش في الصراحه الله يعمرها دار، رزاو في مراته ورزاو في مو ورزاو في، المهم الله ياخذ فيهم الحق. قال لي قول لنا هاد الجاكيطه من جاتك؟ قال لي ما هذه عاد خديتها. مين خديتها؟ مع واحد السيد، واحد السيد. شكون هاد السيد هذا؟ واحد الدري هنا سميتو رشيد، ولد الفيلاج هنا، ولد الفيلاج هنا، إمتى خديتها من عندو؟ وتقريبا دابا غير واحد 4 أيام بحال هكا حتى 5 أيام، هذا هو الزمن باش خديتها، عجباتني هو كان عارضة للبيع وعجباتني، جات قدي وكذا قيسة بان لي زوينة باقا نقية، خديتها من عندو سيغتو أنها كانت بواحد الثمن اللي هو مزيان، وأنت ما تبادرش الذهن ديالك من جايب هاد الجاكيطة. وقال لي ماش نقول لكم رشيد أنا كنعرفو بواه لاباس عليه، وراه باين عندو فلوس وكيشري غير بياس زوين ضروري. البياسة عجبتني مزيان. رشيد فين كاين؟ فين كاين؟ ها هو كيعمر في القهوة هادي. مشاو لي جدارمية اللي حتى هزو حد رشيد هذا، جابوه رشيد لقاه مرياح شاد واحد كاس تاع قهوة وحل الكارو باش يكمي فيه. ماني شاف اشنو داير كذا كذا، يلا معنا للابريكاد وغتعرف اشنو كاين. المهم دخلوا للابريكاد، اول سؤال غادي يسولوه ليه مين جاتك هاد الجاكيطة هادي اللي بعتي لها الجمال؟ ها جاكيطة ما بعت لي والو. هنايا وعطيه في الفخ، كيفاش ما بعت لي والو؟ هي حتى تحت من راسك شي حاجه. السيد سولناه وقال لنا انني شريتها من عند رشيد هادي 40 بحال هكا، وكتقول لنا انك ما بعت لي والو. قال لي لا غير بغى يكذب عليا ولا شي حاجه. لا ما بعت ليه، ما شريت منه ما تيش حاجه، انا ما كنبيعش حوايج يا سيدي. كتبيع حوايجك؟ متاكد؟ متاكد الله يودي. جابو جمال سولوه
قال ليهم كذاب باع عليا ورا كاين الشاهد. مشاو جابوا هاد الشاهد هذا اكد الهضره ديال جمال. كان حاضر تمايا واحد السيد كيعرف جمال الصديق ديالو، كان واقف ملي جا هاد رشيد هذا كيعرف الجاكيطه ديالو في البيع، وقال لي مودي انا كنت حاضر. جا هاد رشيد هذا هاز الجاكيطه في يدو وقال لي هاكا اخويا جمال واش باغي تشري الجاكيطه هذه راه زوينه وباغا نقيه وكذا كذا، انا راه غير خاصني شويه فلوس وكذا راك عارفني مبلي والوالد ديالي مكيبغيش يعطيني وخاصني باش نديباني صافي خداها من عندو هادشي اللي كاين هنا. يا جرار ميرا هو ملي نكر انه ما باعش الجاكيطه لهذاك جمال صافي عرفوه راه انه تحت من راسو شي حاجه وخاصهم يعمقوا مع البحث ديال بصح. قالوا لي اشنو كتعرف لي هذاك مشعيب؟ قال لهم مشعيب الله يرحمو كان ولد الفيلاج والله عمره دار الله يرحمه في هذا النهار. هادشي اللي كنعرف عليه ما عمرك مهم كانت بيناتكم شي علاقه ديال بيع الشراء؟ طلبتي له شي حاجه؟ طلب منك شي حاجه بيناتكم؟ قال لهم لا ما عمرها جمعتني انا وياه شي حاجه. قال لي شوف سي رشيد هاد الجاكيطه هادي راه ديالو وانت كيفاش راه وصلت لك؟ هادشي اللي بغينا نعرفو. هاد الجاكيطه ديال بشعيب انت منين جبتيها؟ الا ما كانش ديالو قول لي انت المصدر ديالها منين شريتها؟ من شي بوتيك كنمشيو ليها؟ شريتها مع شي واحد نمشيو ليه؟ هنا هاد رشيد هذا ما قدرش انه يجيب ليهم من جاب هاد الجاكيطه هادي صافي يعني ملي هي ديالك اسيدي. حنا نقول اسيدي ما بغيتيش تقول لينا على ود الصداع والمشاكل. هي ديالك من جبتيها؟ شريتها من بوتيك كنمشيو ليها؟ شريتها من شي محل نمشيو ليه؟ شريتها من شي سوق؟ شريتها مع شي واحد؟ هاداك يخربق عليهم انا شريتها مع شي واحد وما عرفتوش فين مشى كان هازها في يدو كذا. هضره خاويه لان الجاكيطه كانت جديده تقريبا وما ملبوساش بزاف. هي هذيك اسماء كانت عارفاها لانها باقا جديده وكان كيلبسها مره هذاك بوشعيب الله يرحمه وبطبيعه الحال ديال راجلها ولا تعرفها. هنا يبقى كيدور في عيني هذا رشيد ولكن مع ذلك ما بغاش يتعرف يعني ضربها بصقلها سكت سكته وحده ما بغاش يهضر. قالوا لي يلا معنا. قال لهم فينا نمشي معكم الشيف؟ يلا معنا لداركم. ادوه لدارهم ودخلوا باذن من النيابه العامه كيبحثوا كيسولوا. اصلا هاد رشيد هذا راه بو لاباس عليه تما في الفيلاج ومعروف، ولكن هو هاد الدري هذا خارج ليه من جنب يعني كيكمي مخدرات خمور ما كيدير كاع اللي كتصلح. شحال من مره مشى للجدارميه وفاره غير بتنازلات يعني معروف عن الجدارميه اصلا هاد الدري هذا واخا انه بو لاباس عليه. المهم دخلوا للدار كيدخلوا لواحد البيت كان عاطيه ليه بوه تما في لابارتومون او لواحد لابارتومون في الدار تمايا. دخلوا لهداك البيت اشنو كيلقاو؟ كيلقاو المفاجاه الكبيره. لقاو مبلغ ديال 6 مليون وشي حاجه ولقاو واحد البركه ديال الذهب. هاد الذهب هذا غادي يعرضوه من بعد على هذيك اسماء غتعرف ليه قالت لهم هاد الذهب هذا راه ديالي وشي حوايج اخرى منهم حوايج تاع بوشعيب وشي ملابس نسائيه ديال هذيك الاسماء تعرفات عليهم كذلك. يعني السيد ادى كلشي، ادى الذهب ودى الفلوس ودى الحوايج بدا كيتصرف فيهم، والذهب باقي ما قربش ليه باقي كيصرف غير من هذيك الفلوس على حساب ما عرفوا جدارميه من تما انه من عند والديه طبيعي الحال عند خوتو والاصدقاء المقربين ديال رشيد انه كان كيستعد انه يحرق. كان باغي يدير الهجره السريه لشي دوله اوروبيه وكان غادي يعطي واحد المبلغ ديال واحد 4 مليون صافي. ني رشيد بقى كيدور في عينيه ملي وصلوا الجدارمي لهاد الحقيقه هادي اشنو قال لهم في الاعترافات ديالو. قال لي مودي انا واخا بو لاباس عليا الحاله هنايا ماشي تلي والفقر والميزيريه بو ما كيعقلش ليا ما كيعطينيش عيس معاه دير لي شي مشروع كذا. واخر طلبه ليا ليه قلت لي عاوني راه كاينه واحد المشيه لاوروبا حد الحرقة يعني هجرة سرية عطيني 4 مليون 4 مليون ونمشي. قال لي والو السنتيم تاخدوش بغيتي 4 مليون سير خدم عليا وجمعها انا يكفي انني مسكنك وموكلك فابور من عندي والحوايج كنشريهم لك بعد مني راه مكاينش تا كاين نتا وموك وخوت وكذا كون راجل وخدم على حساب التصريحات ديال هاد رشيد هذا. قال لي مودي عييت معاه والو. هنا يبدا السيد هاد بوشعيب هذا الله يرحمه انا كنعرفو راجل لاباس ليه وكيبيع شي في البهايم وما خاصو حتى شي حاجه. مشيت عندو قلت ليه عافاك السي بوشعيب الا ما عطيني مبلغ ديال 4 مليون سلف عليا وانا ملي غادي نمشي ليه غادي نصيفطها لك اولا غادي نطلب الوالد يعطيها لك المهم غير ضمن بها. قال لي لا اسمح لي وصافي انا ما نقدرش نعطيك هذا المبلغ هذا. هذا المبلغ هذا كنتحرك به وانا راه هادشي هذا باش خدام الا عطيتك هذا المبلغ هذا غادي نضر انايا وما غاديش
ما نخدمش، انا ولي لا انت لا انا. المهم غير سمح لي وصافي، ما بغاش عيس معاه. مشيت عندو مرة الاولى الثانيه الثالثه، فيما كنتلاقى معاه ما بغاش يعطيني. حتى واحد النهار كيبان ليا انه خارج مع مراتو، عرفتو انه غادي يوصل مراتو وغادي يرجع، لانه ما كيبانش عند نساء، هو عارفو يعني، عارف التفاصيل ديالو تبعو. ما عليناش، عرفتو، بقيت حاضي بقيت حاضي 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 اللي حتى رجع. ملي رجع انا مشيت فهاد اثناء ديال الحضية ديالي، مشيت جبت واحد اللي قالت واحد الموس ضربهم تحت منه. ملي رجع حط هاديك بيكو قدام الدار وطلع. ما وطلع انا كندق في الباب، كندق ندق، خرج طلع ليا من الشارجم قال لي هذا تسنى تسنى نهبط عندك، كيعرف هو الفيلاج. هبط قلت لي سي بشعيب عافاك راه جيت عندك لهذاك الموضوع وكذا، الله يجزيك بخير. قال لي راه دوينا معاك ديك النهار، وانا هاد المبلغ راه كبير ليا وما نقدرش نعطيه ليه. بقيت مجمع معاه غير شويه قدام الباب، وقلت لي خلينا غير ندخلو نحضرو هاد الداخل، واش تما بغيتش تعرض عليا شي برا تاعتي؟ هو ما يمكنش، مع مولاي دخلت عندك وانا عارف ان مراته ما كايناش وغادي يخليني ندخل، لانه كانت مراته ما يخلينيش ندخل. صافي بحال الحشم حساب التصريحات ديال هذاك رشيد، وطلعني طلعت انا وياه وريحنا. قال لي صبر خليني نعمر لك واحد البرا تاعتي بعدا ونهضروا. قلت لي لا ما كاينلاش، خليني غير نهضر معك. هو هنا هو داك رشيد ما قاص حتى شي حاجه، ما حل الباب طلع ويدو في جيابو. هنا اشنو غيدير هذاك رشيد؟ هنا هو مريح مع داك بوشعيب مجمعه وكيطلب فيه ويزاوق فيه ويغفي باش يعطيه 4 مليون. الاخر كيعتذر منه يقول لي غير سمح لي راه ما عنديش، وهاد الايامات شويه مزيره وهاد المبلغ راه كبير عليا، صبر عليا نقدر نوفر لك غير مليون، ولكن ما يعطيش لك اليوم، خليت لنا واحد المده معينه وغنعطيه لك. قال لي لا قليله بزاف وانا ما عنديش من نجيب، والدراري غادي يحرقوا ويخليوني وانا بغيت نمشي مع صحابي. المهم بقيت كنطلب فيه، كان عندي امل انه يعطيني 4 مليون. كوطاني 4 مليون ما كنتش غادي نصفي عليه، ولكن واحد اللحظه شفتو صافي السيد ما غاديش يعطيني، ما غاديش يعطيني. اغفلته وانا نجبد الموس وضربته. صافي ما جبدت الموس مع الطانتو بدون مقدمات، طف 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 طيح وتم مات. ملي تاكدت بانه مات درت اللي قالت في يديا ودخلت كنقلب لها خاطري على الفلوس، وعارف كما قلنا مراتو ما كايناش، وبالتالي بقى كيقلب لها خاطرو. جمع الذهبات، جمع هذيك الفليسات، جاب واحد الساكادو كبير بدا يهز في الحوايج تاع الراجل وتاع المراه، اي حاجه بات لي غتباع. هو كما قلنا هو مدمن خمور ومخدرات، حتى حاجه مكيزقلها كلشي. هز هذوك السيكان وهز الذهبات والفلوس وسمرت معايا حتى داز لي شويه ال 11 مع الماكياج 12. صافي الدنيا قلسات تمايا، حتى واحد اللي خارج داخل الليل وخرج. خرج طلع لدارهم، حط هذوك الحوايج، حط الذهب والفلوس وريح الارض كان شيئا لم يكن. ايوا هكذا كيتمكنوا رجال الدراك باش يحلوا لغز هاد الجريمه الغامضه بالنسبه ليهم. حلاتها جاكيطه، جاكيطه شافتها مرات الضحيه عند داك السيد، وبالتالي وصلوا للمجرم الحقيقي. هنايا من بعد الاعترافات ديالو قدموا العداله وتحكم عليه ب 25 عام ديال الحبس. ايوا هنايا كتسالي الحلقه ديالي ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم وطرقكم، والله يرحم لكم الوالدين على حسن الاصغاء والمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.